ممكن تتركونا لحالنا مع السيدة ريهام؟ صدقوني ما بعرف ما بعرف. إيت للأسف. مشان هيك المخبر طلب منك تحللي مرة ثانية لنتأكد. وتأكدت. ما في مجال للشك. ولي ولي على قهوتي. في شوية أسئلة بدي أطرحها عليك، يمكن تكون محرجة بالنسبة إليك، بس يعني لابد منها. مدام ريهام، انت عاشرتي حدا غير زوجك قبل الزواج او بعد ما طلقتي؟ ولا حدا لمسني. ولي على قامتي. ولي على قامتي. ولا خطيبك فؤاد؟ انت شو مفكرني؟ خلص خلص، معناتها الفيروس اخذتيه من زوجك. اكيد الله لا يوفقه. معناتها بتعطينا رقم تليفونه ومكان سكنه. ليش؟ منشان نحل دمه هو الثاني لنتأكد. وانتي كمان لازم تجي لعنا على المركز لتبدأي علاجك. أنو مركز؟ مركز مكافحة الإيدز. الدكتور ياسر متخصص بعلاج هيك مرض. ولي على قامتي. ولي على قامتي. إذا في إحراج بالنسبة إليك ممكن تاخدي علاجك هون بالبيت، ولو إنه وجودك بالمصح أسلم إلنا ولك. مصح؟ مصح مرضى الإيدز، منشان ما تنقلي العدوى لغيرك. سيادة الضابط لو سمحت. أنا آسف. ممكن تعطيني رقم تليفون زوجك وعنوانه لحتى نحلل دمه بسرعة؟ لازم يعرفوا؟ لا دخيلك، كله اللحل. ولا فؤاد ولا حدا بالدنيا كلها. طيب إذا اضطريتي قولي لهم إنه عندك سرطان بالدم. بس هيك رح تشلي أهلك، لازم تتماسكي. الله لا يقيم الشدة عن قلبك. يا سيد فؤاد، سيد فؤاد، ممكن يكون بيقول ان شاء الله تفهمني. ريهام شو معها؟ يمكن هي رح تقول لك، بس قبل ما تحكي معها بدي منك تعطيني رقم تليفونك ومكان سكنك. ليش بقى؟ يمكن نحتاجك. شرف، سجل لي هون رقم تليفونك وعنوانك تحت رقم تليفون عنوان زوجها السابق. يا اخي خلصنا عنا شغل. يعطيكم العافيه، تفضل. يعطيكم العافيه. مع السلامه. يا ماما قلبي، حاجه تبكي. فاهمينا شو قالوا ليه؟ قالوا لي بدي موت، بدي موت. قالوا لي شيء؟ قال لازم هي تحكي. اهدي ريهام ان شاء الله فهمينا شو قالوا. اتركوني بهمي، اتركوني بهمي. لك يا عمري شلون بدنا نتركك؟ فهميني ان شاء الله، فهميني شلون بدنا نتركك؟ قالوا لي معي سرطان بالدم، اذا عشت اليوم ما حعيش بكره. بس اقتل.
تنزل. دفعني! خلص 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 طليقها طليقها يا أبي طليقها. معلش انت روح على بيتك ارتاح، انا بخبرك يا أبي. انا معك. سرطان سرطان يا رحاب، يا ريتني موت قبلك.